على الإله السيد الفسيخ، على الإله، ألا من هدمت الإله بنصوص إله الخمر والعربة، على الإله السيد الفسيخ، ألا من هدمت الآلهة اليونانية القديمة، أن الإله، أنا من نقضت شريعة يهود تيش 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 وإبراهيم تيش 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 تيش، أنا الإله السيد الفسيخ. أيوة إزيك، أنا شادي مكرم نجم الأكوان وشريف فنانين. أيوة، مين بقى السيد الفسيخ؟ إيه مميزاته؟ ما تقول لنا، قول لنا إيه هي مميزات السيد الفسيخ؟ الإله السيد الفسيخ، ما هي مميزاته؟ تفضل تفضل جاوب. على الإله السيد الفسيخ، ما جئت أنا لألقي سلاما على الأرض، ولكن لألقي سيفا، سيفا، سيف المحبة، 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 والسم يا السيد الإله الفسيخ، بالضحك يا حا، كلنا جد خليك. أيوة، عايزين نعرف إيه هي تعاليمك؟ إيه هي تعاليم؟ هل لك تعاليم سامية؟ هل لك تعاليم سامية؟ تعاليم سهلة بسيطة، تعاليم أن سماوية إلهية، تعاليم سمعتم أنه قيل العين في العين والسن في السن والأنف في الأنف والأذن في الأذن. أما أنا فأقول إن أخذ أحد منك جنيه، طلع العشر جنيه اللي في جيبك واديهاله، إن ضربك أحد على خدك اديله أربعة. تعاليم أنا محبة، سماحة، محبة، محبة، تعاليمك محبة وسماحة، إن أخذ أحد منك جنيه طلع العشرة ولا العشرين الجنيه اللي جيبك وتاني. عظيم، محبة، محبة، سماحة، إن ضرب أحد على خدك اديله أفاك، أو أراعي أفاك يمين وشمال، أهو
المحبة والسماحة. يا أبو بسيخة أبو بسيخة. إيه أبو بسيخة أبو بسيخة. أنا السيد أبو بسيخة، لا أسمح ولا أقبل. أنا السيد أبو بسيخة أبو بسيخة. على ما دينكم يلقي السلاما بل سيفا. أنا المحبة محبتي لها عنيا، وكل من لا يريدون أن أملك عليهم أتبهم وأذبحوهم أمامي. حبيبي أنا لازم أقتلك، أنا بسيف المحبة. كل الذين لا يريدون أن أملك عليهم أتوبهم وأذبحوهم أمامي. لا بد أن أقتلك محبتي لها. محبتي لها يا أنا عايز أقتلك علشان بحبك، علشان أنا مت، علشان أنا اتكروست علشانك. أنا بحبك ولازم أديك قضية استراءات يا مبروك يا عطية، علشان تعرف محبتي. ومش أنا بحبك، لكن أولادي أتباعي المؤمنين بي من أعدائي، لأثبتوا إني أنا الفسيخ أنا المحبة. مش أنا اللي قتلتك، مش أنا اللي عاقبتك، لأن أنا المحبة، أنا المحبة، محبة، أنا المحبة. هم اللي عملوا وأنا كيوت. أنا كيوت. وافتكر لما قلت لك لو حد شاف منك جنيه طلع ال 30 جنيه اللي جابك واداها له. أنا يهودة بعمل 30 جنيه. حد ضربك على خدك يديله إيه؟ عفاك. دي محبة ولا مش محبة يا متعلمين يا بتوع المدارس، يا متدينين يا بتوع المعابد؟ محبة فعلا. انت اقنعتني، ولو ما كنتش اقتنعت لازم اقدر اقتنع ان اشرحها. بس عندك انت يعني فعلا المحبة. المحبة فعلا. طب ايه اخر نصيحك؟ ممكن تقول لنا نصيحة؟ اخر نصيحة اخلاقيات موعظتي وركبة، مش هتكون ضحية على الاستكانة والخنوع، لا، الاستكانة والخنوع على ذبحهم. انا بقول لك لو حد ضربك على خدك اديله عفاك، لو حد مش عارف ايه اعمل مش عارف ايه. حد تاخد منك جنيه اديله 20 جنيه، لكن لن تكون تحريضا على الاستكانة والخنوع. لو المجتمع بكمله عايزين اعدائي هم اللي يعملوا كده. انا السمو الاخلاقي، انا المحبة، انا المحبة، انا المحبة.
أنا الإله أبو الفسيح. صافي تشرب مية صافي. ها؟ أكياس أكياس الواد مسلحة ونصحة كمان تجيب كياس تحيا عاص. ها؟ دي هي نصيحتي لأني أنا وأعدائي ليسوا وطنيين فلما حاطة وحدي أنا الكيوت ولما حاطة إنه أسرع أديار وعدة هم الكيوتو أنا محطة نصيح ليك عقلك محدود قاصر عن إدراك حكمتي وما قصدي هات انت بس هويك وانا حديك اخر حلاوة حلاوة نصيح ليك انت ضعيف عقلك عقلك ناقص غرقان في خطية من ساعة ما قلت انا خلاص انا خلاص نول انا بقنعك بكده عشان انا وديك للهبان وديك للجنة السماء نصيح ليك فما زي يقول سيبني اللي انا مهرطنه وقلتنه لماذا تنخص ملابس كذبك لمجدي ده نبل كذبك لمجدي ده نبل واكلي وزراعك يا ده نبل ده اثبات لمحبتي وسماحتي حرية